اصحاب الشركه حاطين تعليمات بدنا نفرغ المحطه على الاخر. نحن ما فينا نعمل مشاكل، بدكم تعبوا اهلا وسهلا فيكم. يوم التانك ب 40 بكره ب 100 ومش سهلانك، بس تفضلوا التزموا بالنظام. ما فينا نفتح المحطه بهالوضع هذا، ما فينا نفتح المحطه بهالوضع هذا، خلص كفى. اصبر الى بكره. اليوم التانكي ب40 بكره ب100، هذا ما قاله ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقره من امام محطه للوقود، واثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، الامر الذي تسبب اليوم الاثنين بزحمه سير خانقه امام المحطات خوفا من وصول صحيفه البنزين الى 100,000 ليرة لبنانيه. سبوت شوت تواصل مع ابو شقره لمعرفه ما المقصود بهذا الكلام، فهل فعلا سيلام السعر صفيحه البنزين عتبه 100,000 ليرة في القريب العاجل؟ كنت عقوم جولات على محطات البنزين بكل المناطق، كان في مشكلة واقعة على محطة، كنت عم هدي الناس لأنه كان في كتير مشاكل على المحطة. قلت له نحن اليوم ما نفرغ المحطة على الآخر، اليوم التانك ب40,000، بس طلعت معي أنه اليوم ب40 لو بكرة ب100 رح نضل نعبي لنفرغ المحطة، بس هي فعليا التانك بدها تكون بين 65,000 و70,000. وعن الشركات التي تستورد الفيول والمحطات التي تحتكر وتخزن مادة البنزين، هذا ما قاله أبو شقرة. تم الكشف من قبل الجمرك لأنه بيعرفوا شو فيها بضاعة، بكبسة زر شو بيع بضاعة وشو بعد فيها بضاعة، شركات المستوردة والمحطات اللي عنده بضاعة ببيع، ما رح نلحق نحن المواطن اللي بعبي جالون أو جالونين ببيته، بس المحطات اللي عنده عبيبيعه واجباتنا أنه نفضي البضاعة، لأنه هاي البضاعة مدعومة بخدمة المواطن اللبناني أصحاب المحطات، وهي حق المواطن. وفي النهاية يقف المواطن اللبناني عاجزاً، لا حول ولا قوة له أمام طوابير الذل التي أنتجتها السلطة الفاسدة، ويبقى السؤال إلى متى؟